هنطير مع حضراتكم الى ملعب اللقاء استاد الاسماعيليه بصحبه الزميل العزيز شريف عادل واخر الاخبار والمستجدات واجواء هذا اللقاء الذي يجمع ما بين الاسماعيلي وامبي. مساء الفل عليك يا شريف. تحياتي ليك الزميل العزيز ابراهيم عبد الجواد ولضيوفك في الاستوديو ولكل مشاهدي اون تايم سبورت. يمكن يا ابراهيم بالتاكيد واحده من اهم المباريات بالنسبه للنادي الاسماعيلي خلال هذا الموسم مباراه انبي. يمكن الحاله والمشهد داخل محافظه الاسماعيليه والنادي الاسماعيلي من بعد مباراه الزمالك الكل يا ابراهيم بصراحه يعني مشهد مشرف جدا وجميل جدا في الاسماعيليه. الكل ملتف، الكل بيدعم النادي الاسماعيلي بشكل كبير جدا، خلاص مفيش مجال لاي انتقادات خلال هذه الفتره، كله تحت مسمى واحد وعنوان واحد فقط لا غير، وهو النادي الاسماعيلي. يمكن دايما جميل النادي الاسماعيلي كده في كلامها الفتره اللي فاتت، احنا هنفضل مع النادي الاسماعيلي على الحلوه وعلى المره وندعم المجموعه اللي موجوده، خاصه كمان ما بعد الاداء الراقي اللي قدمه الفريق امام نادي الزمالك في المباراه الاخيره اللي انتهت بعزيمه الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف. يمكن الساعات الماضيه بقى والفتره الماضيه اللجنه الفنيه برئاسه الكابتن علي ابو جريشه والكابتن عماد سليمان وايضا المهندس فتحي الورداني تواجد مستمر في تدريبات الفريق الصباحيه والمسائيه. يمكن مستر درجان كمان المدير الفني للنادي الاسماعيلي بدأ يتعرف على كل معالم الفريق، خاصة زي ما انت عارف ابراهيم انه متواجد يعني بقاله هو داخل في 3 أسابيع او 2 ونص، بدأ يحط ايديه على كل المعالم الرئيسية داخل النادي الاسماعيلي. ايضا المهندس احمد عثمان متواجد بشكل مكثف والمكافآت بيتم مضاعفتها من وقت لاخر عشان من اجل تحفيز اللاعبين خلال الفتره المقبله بدايه من مباراه النهارده اللي هتكون امام انبي. كان من بعد مباراه انبي كمان ابراهيم عايز اقول لك النادي الاسماعيلي كمان هيبقى عنده مباراه النادي الاهلي، عنده فتره توقف كويسه جدا خلال الفتره الجايه. يعني اول مباراه للنادي الاسماعيلي امام انبي من بعد مباراه انبي هتكون مباراه الاهلي يوم 10 مارس، فبالتالي هيكون في مساحه من الوقت بدايه من النهارده 21 فبراير ل 10 مارس مباراه النادي الاهلي عشان المدير الفني كمان يتعرف بشكل اكبر واكبر على لاعبي النادي الاسماعيلي ويتخللهم معسكر في العين السخنه استعدادا للقاء الاهلي. ما يخص مباراه انبي النهارده يمكن الفريق دخل في معسكر مغلق لمده 48 ساعه، ولكن الجهاز الفني واللجنه الفنيه بصراحه يعني اشتكت جدا من ضغط المباريات بالنسبه للنادي الاسماعيلي خلال الفتره الماضيه. يعني كل 3 أيام مباراه، خاصه ان الاسماعيلي كمان قدامه مساحه من الوقت هتكون كبيره جدا من قبل مباراه الاهلي، فكانوا بيتمنوا انه يتم ترحيل موعد مباراه انبي. النادي الاسماعيلي بيعاني من مجموعه من الغيابات المؤثره النهارده بسبب الاصابه بكورونا محمود عبد العاطي دونجا، ايضا بيغيب للاصابه احمد ايمن ومحمود البدري، عبد الرحمن مجدي، باهر المحمدي، محمد صبحي، محمد بيومي، مجموعه من الغيابات المؤثره بسبب الاصابات. ما يخص بقى الفريق الضيف فريق انبي، يمكن الكابتن حلمي طولان واضح جدا مع وصول الفريق حاله التركيز الكبيره اللي بتسيطر على فريق انبي وهدفهم في تحقيق نتيجه ايجابيه النهارده امام النادي الاسماعيلي، واكدوا على صعوبه المباراه وانهم كابتن حلمي كمان اكد ان مباراه الزمالك الاخيره بتبين قد ايه النادي الاسماعيلي فريق بيمتلك مجموعه من اللاعبين اصحاب المستوى الجيد وان المباراه مش هتكون سهله. فريق انبي وصل محافظه الاسماعيليه من 24 ساعه دخل معسكر مغلق في احد الفنادق استعدادا لهذا اللقاء. ابرز الغيابات المتواجده داخل صفوف انبي اللاعب رامي صبري كابتن الفريق اللي بيغيب بسبب الاصابه بكورونا. هذا كل ما لدينا من هنا من داخل الاستاذ اسماعيليه ابراهيم، والان العوده ليك، تفضل. كل الشكر للزميل العزيز شريف عادل اللي كان معانا مباشره من ملعب اللقاء استاد الاسماعيليه واطلعنا على كافه الاخبار.